برؤية طموحة وقيادة حكيمة، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي الورقة النقدية من فئة الخمسة ريالات بشكلها الجديد والمصنوعة من مادة البوليمر التي تمتاز بأعلى المواصفات والعلامات الأمنية التي يمكن استشعارها عن طريق اللمس والنظر والحركة. النافذة الشفافة، نافذة شفافة يمكن مشاهدتها على الورقة النقدية، تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية المملكة 2030. الحبر المتغير بصرياً، شكل زخرفي بداخله قيمة الفئة يمكن رؤيته باللونين البنفسجي والأخضر عند تحريك الورقة النقدية بشكل أفقي. خيط الأمان، خيط أمان متقطع بالحبر المغناطيسي يظهر على وجه الورقة النقدية على هيئة نوافذ بلون معدني فضي. الأشكال الفسفورية، أشكال زخرفية بألوان فسفورية متعددة على الورقة النقدية تظهر عند تعريضها للأشعة فوق البنفسجية. الطباعة البارزة، طباعة بارزة تنتشر على معظم أجزاء الورقة النقدية بحيث تضيف خشونة في الملمس وتناسقاً في الألوان ووضوحاً في النقوش. الكتابات الدقيقة، كتابات صغيرة في معظم أجزاء الورقة النقدية يمكن رؤيتها باستخدام عدسة مكبرة. العلامة الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر، طباعة بارزة لشكل زخرفي يساعد المكفوفين وضعاف البصر على التعرف على قيمة الفئة عند لمس الورقة النقدية. الحبر اللؤلؤي، شريط مطبوع بأحبار فسفورية على ظهر الورقة النقدية يتضمن شكلاً زخرفياً بداخله قيمة الفئة يظهر عند إمالة الورقة النقدية بشكل أفقي. إن معرفة العلامات الأمنية الخاصة بفئة الخمسة ريالات البوليمر تضمن حماية حامليها وسلامة الاقتصاد الوطني.